النفس وهذيك الحب القميص اللي على الاولاد ما عرفتش شري بفلوس ولا غير شي حاجه ميمكنش لان احنا كنمشيو يعني في كونديسيون خايبين والظروف خايبه وداك الشيء ملي تنتحزموا تنخرجوا التيران راه شي بلا كنسخنوا بلا حماق اون فوا تيت اون بار دو راه ما كيعرفوش ما كيعرفوش كل اللي داير ونقول لك زعما نهضروا نهضروا بكل صراحه عندي دابا علاقه كبيره مع عبد الحكيم زويته احسن لاعب في افريقيا وبحال تقول هو راس السوق ديال هاد الجينيراسيون ديالنا حنا ملي كنكونوا تنهضروا ليا في القهوه تيقول لي دابا وين شي هاد الارقام كاملين اللي بديت ما يعطيوني حتى حاجه من غير شي لقب مع النادي المغربي يعني هادشي اللي تيضرب في الخاطر هادشي اللي خلاني نرجع في واحد الوقيته ديال الفرقه هي اللي بديت الفرقه لقيتها هذه دابا شي 3 سنين عامين حنا كنلعبوا باش ما نطيحوش يعني كون كنفوت في التروا ديال وتا حنايا في التروا ديال يعني غتكون كارثه زعما غتكون كارثه جينا وتعاوننا وهذا العام كان عندنا هدف نتمنى زعما نبقاو غاديين فيه لان الفريق ما خسر حتى ماتش وخسرنا ماتش واحد وحنا الاولين البنات كذلك يعني زعما درنا واحد الباركور زويون في فالالي حاجه وحده اللي تنقول الى ما هاد الناس داروا بعين الاعتبار هادشي اللي كاين واقع دابا في نادي الخليطه يعني غير غيبغيو يفكروا يلعبوا كرة السلة غيمشي هاد الجينيراسيون اللي كاينة دابا غيبقاو يجيبوا 11 واحد ولا 12 واحد من الفرق ما يضربش على الله وهادي راه ميمكنش ما عمرها كانت ما عمرها تكون علاش لان حنا ديما كنا تنلعبوا بولاد قنيطرة وتينزلوا معنا حتى لي زيتونجي تيكونوا عندهم نفس الرغبة ونفس ديالنا حنا في التيران واللي كان كيميزنا لعاب قنيطرة كيتميز على اللعاب ديال هذا كاين اللعاب زعما في المستوى ولكن اللعاب بنادم كيتميز بالنفس ديالو لان انت راح معايبين كتربح كتكون فرحان تخرج تسول الناس كيعرفوا كيسولوك كتكون فرحان تقول راني ربحت وتصور انت خايف اللي تلاقاو معايا ثلاثه متابعين عطاو ساعه تسد عليك وهادشي راه وقع لنا لعب ليفربول